درسنا اليوم في التزكية سورة العصر. وكما تعلمون القرآن الكريم هو كلام الله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليهدينا الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم، وكل من عمل به سينجح في الدنيا ويفوز في الآخرة، يعني الفوز بالجنة. نستمع الآن لسورة النصر. هيا خذوا كتاب التربية الإسلامية صفحة 78 سنقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن عدد الآيات 3. سأعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لنفهم معاني الآية سنشرح بعض مفرداتها. والعصر، ما المقصود بالعصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن العصر المقصود به هو الوقت والزمان. ومن بين الصلوات المفروضة نجد صلاة العصر، وتسمى أيضا صلاة الوسطى، حيث نجد الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي الإنسان في خسران، في هلاك وضياع. إذن هل كل الناس في هلاك وضياع؟ طبعا لا، هناك استثناءات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الشرط الأول هو الإيمان، لكن الإيمان وحده لا يكفي للنجاة من الهلاك. ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني وعملوا الصالحات، يعني تناصحوا بفعل الخيرات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني تناصحوا بالعمل الصالح وبالصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي. فالله تعالى يدعونا من خلال هذه الصورة، من خلال هذه الصورة، لفعل الخير والقيام بالعمل الصالح مع الصبر على ذلك. فبالعمل أبنائي وبالجد والاجتهاد في فعل الخيرات نستطيع النجاة من الهلاك، وبالتالي الفوز في الدنيا والآخرة. إذا نستفيد من هذه الصورة أن الإيمان والعمل الصالح ينجيان بفضل الله تعالى من الهلاك. الإيمان والعمل الصالح ينجيان بفضل الله تعالى من الهلاك.